انطلاق أشغال يومنا هذا متمني السداد والتوفيق للجميع وشكرا. اليوم الجمعية نظمت واحد لقاء تحسيسي حول يعني تحت شعار نشر الوعي بمخاطر داء السرطان وسبل الوقاية منه دعامة أساسية لكسب رهان التحدي العلمي، وكان حضور وازن لممثلين شعراء صحافة، وكان من هذا. واليوم اليوم عندنا واحد الحدث هو تدشين سيارة لنقل المرضى السرطان، يعني هذا واحد المكسب للجمعية اللي كنعتبروه فخر لنا، وكنوجهوا الشكر للسيد عامل إقليم خريبكة لأول الاهتمام ديالو للجمعية ديالنا والمساعدين ديالو، يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كنحيي كل واحد ساعد ودعم نجاح هذا اللقاء، الخزانة الوسائطية، المكتب الشريف للفوسفات، كل الداعمين لجمعية الباب الكبير، والإعلام اللي حاضر معنا، وشكرا. شكرا. كتدعموهم كتبغيوهم كتخرجوهم، ماشي غير كتبقاو تبكي وحداهم ولا كتحسهم انهم صافي غادي يموتوا، هما كيستندوا عليكم كياخذوا الدعم والقوه من عندكم نتوما، من المعامله ديالكم نتوما، من الحب ديالكم نتوما، وبالتالي كيتقواو والمناعه ديالهم كتصلع وكيقدروا يتعالجوا، لان نتوما هما الامل ديالهم في الحياه وفي العلاج. عاد كندوزوا للمريض ملي كيشوف المعاملة وكيشوف الابتسامة والحياة في لونطوغاج ديالو، ماشي السوداوية، ملي كيشوف الحياة، الخروج، الضحك، النشاط، الطاقة الإيجابية، هذا كيستلب منه هو الطاقة ديالو، المناعة كتطلع. من قبل مني تم الاكتشاف ديال السرطان كنت كنوض بالليل كنلقى باب الله رحمه كان كيبكي وفي الليل كان كيبقى فيا الحال ديما كنقول ربي مالك، ما كيقول لي لا والو والو، وديك الفتره كنا دايزين دقائق ماليه. واحد النهار وانا نقول له واش كتبكي عليا انا، قال لي انا كنفكر باش نبيع الدار ونبيع الارض باش نعالجك، وانا بمنتهى التفاؤل بكل عفويه قلت له ما تبكيش، راه انا متاكده بلي الملك هو اللي يتكفل بيا، وانا عقلت الحمد لله خلاص انا مستوالو حتى قالوا لي بلي لاله سلمى راه كتكفل بيا. بقيت بشباب صراحه تصدمت، واش الامل ديالي هو اللي خلى هذه الشيء تحقق ولا بشاره؟ ما عرفتش. فمشيت لعندو كنجري قلت له برا قلت لك الله يرحمه وماما بجبيهم. هي بادرة زوينة لأن النساء ديال المغرب وديال العالم، النساء بصفة عامة محتاجين هذا النوع ديال الدورات التحسيسية باش يقدروا يحميوا راسهم ويعرفوا أشنا هو السرطان وكيفاش ممكن يكون وكيفاش الوقاية منه، فهذه تحتسب الجمعية وتحتسب مدينة خريبكة. واي واحد كيكون كيمرض باي مرض ماشي غير فقط السرطان كيمكن له يتجاوز المحنه بالقدره بواحد الطاقه بواحد الامل بواحد التفاؤل، وكيعيش حياه جديده من بعد المرحله ديال المرض مهما كانت المرحله.
ان شحال من واحد كيكون عنده تخوف، شحال من واحد كيقول لي لا عيط لا دي تمرض في البلاطو، شحال من واحد انا تشافيت وشعري كبر وما باقيين كيقولوا كدير الكيماوي وقرعه وهذا عادي، ولكن في نفس الوقت كتبقى مساله ارزق. فملي كيكون عندي الرزق، انا صورت مستر سانسور مع سي محمد عهد بن سودا والانتاج ديال سي حسن الشاوي اللي عمل لي، اللي هو اصلا عمل لي الانتاج ديال فيلم قصر ديالي اللي كتبته على مرضى السرطان، وانا كنت داك الساعات اوسبيتاليزي كندوز لراديو ثيرابي، فكنخرج من السبيطار نمشي ندوز اولا صورت معهم في مراكش ورجعت للرباط كملت. هذيك غير عوائق كيختلقوها الناس اللي ما كيبغيوش يعيطوا لك تخدم، ولا ما كيبغيوش يتعاملوا، ولا ملي كيبغيو يقصيوك فكتكون هذيك العراق الوهميه كيبتكروها. من غير هذا الشيء هذا اي واحد عنده امل في الحياه اي واحد يقدر يخدم واي واحد يقدر يعيش. أهلا السلام عليكم. أولا كنشكركم جزيلا الحضور الكريم مدينة خريبقة وجمعية الباب الكبير لمرضى السرطان مدينة خريبقة، كنشكركم على هذه الدعوة الكريمة الطيبة. في الحقيقة سعدت بهذه الأمسية هذه الرائعة، وأنا جد سعيدة بهيجة قويمي رئيسة جمعية أمل لمرضى اللوكيميا، جيت في هذه بدعوة كريمة من الجمعية حتى أنقل التجربة ديالي الإنسانية تاع مريضة مصابة بالسرطان، حتى أنني أصبحت رئيسة جمعية وأنني أدافع عن حقوق المرضى. وهذه المناسبة خصها تكثر بزاف في المجتمع المدني حتى نرفع الوعي ونحسس بهذا الداء ونخليو أكبر عدد من النساء المغربيات أنهم يسعوا للفحص المبكر وأنهم يتعالجوا، وما يبقاش هذه الكلمة ديال السرطان كتخلع، وأن الحياة الحمد لله بالأمل، والأمل هما حنايا، حنا مريضات السرطان اللي خصنا يعني ندعموا مريضات أخريات ونكونوا نموذج لأخريات باش يتعالجوا باش يديروا فحص مبكر، باش حتى هذه الانشطه هذه تكون عندها واحد الصدى في المناطق وكثير شي في مدينه خريبقه. هنيئا لكم بهذا الحفل هذا وبهذه الامسيه هذه الرائعه التوعويه اللي حضروا فيها دكاتره وحضروا فيها نساء كثير. القاعه كانت تبارك الله ممتلئه عن اخرها من النساء، واللي عجبني هو حضور ديال الذكور كذلك، وهذا كيبين على ان الحمد لله كاين دعم من 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 الجنسين، وهذه وهكذا باش كتستمر الحياه. كنتمنى لكم التوفيق ومسيره طيبه للجمعيه وكل جمعيات سرطان بالمغرب. شكرا. نهار زوين فرحنا فيه وكنتمنى ان شاء الله باش يتعود مره اخرى.